طيب الحال في كل سنة كنحضر المعرض ديال الفرس، لأن أولا مولوع بالفرس وعزيز عليا نشوف كما تقولوا الخيل، لهذا بالأخص ملي كتدخل هنا المعرض والمعرض ديال ليزانفراستركتور اللي هي مفخرة المغاربة جميع بطبيعة الحال، فما كتعطيك غير الاعتزاز وفخر وما كتسخاش باش تخرج كاع من هنايا. فهنيئا المغرب بهذا المعرض، وكذلك هنيئا للناس اللي فكروا داروا هذا المعرض بهذا الشكل بحال هكا وطوروا المعرض ديال الفراسنه في المغرب. انا غادي نلخص لك كل شيء في كلمه واحده، كل شيء كنديروا الا الجولف. الجولف ما كنعرف حتى الريغلمون ديالو، رغم ما كنحاول زعما نتعلم ساعه. سي با كيسيون ديال الاغنياء، كتبقى رياضه. غير هو انا اول مره ركبت على العود باقي صغير كان غادي يقتلني، ماشي تخلعت منه، بالعكس ولات عندي واحد الرغبه حتى تعلمت له. كذلك لاشاس تيريستر، كذلك لاشاس ديال الغوص، كذلك التنس، الباسكيت، الهوند، الفوت، لهذا الا الجولف اللي ربي ما عطاش. تاقناويت القنبري ولكن العزيز مسكين مات في دار السلام، هذه واحد 3 سنين ملي كان الاخصائي ديال دار السلام تما، كان وقعت له واحد الكوليك مسكين مات، كان تنبوطي يعني كان عزيز وكان غزال في المدرسه. طبعا كنذكروا كاع الخيل تاعي، كلها كنذكرها، كل عزيزه عليا. لا عندنا الجمعيه تاعنا اللي هي كتشارك واللي هي عندها واحد الدور هنايا، اما انا هنا كان جا كنبرز عباد الله يبرزطوني. انا تقريبا هذه 5 ولا 6 سنين ملي تحل ديما موسميا كان الحضور. خويا انا ماشي سبيسياليست باش يمكن لي نقول لك نجاوبك على السؤال. انا غير اللي كندخل بحال هكا ونشوف هذا الخير بحال هكا، لا من ناحيه التنظيم، لا من ناحيه ليزانفراستركتور، لا من ناحيه الاطر اللي كاينه، لا من ناحيه كذلك مولاي هشام والجنرال اللي كيصر على هادشي كاع كامل، فهي مفخره للمغرب. كنخرج براسي عالي، وكنتمنى يكون عندي الوقت باش يمكن لي عاوتاني يوميا نكون هنا، ولكن مع كامل الاسف الوقت عندنا والانشغالات ما كتسمحليش باش نكون يوميا هنا. لا ماشي كيسون قربوا لي المعرض، ميم سمحت ملي كنت في الدار البيضاء كنت كنجي، غير الانشغالات اللي ما كتخليكش باش تكون يوميا هنايا.